يونونغ والمساعد الثاني هايوي. وبالمناسبة يعني هذا الحكم كان أيضا قد أدار مباراة منتخب الإمارات مع منتخب أوزبكستان للشباب في 2008 هناك بالدمام، عندما حصل منتخب الإمارات على بطولة تلك السنة وتلك النسخة. وبالتالي الآن يتطلع أيضا منتخب الإمارات محاولة بالخطأ، الكرة ترجع خطيرة أمامية هذه قدام الجول تتحط ولكن تروح من إكساندر جنخ. شفنا الخطأ من نصف الملعب، الخطأ من نصف الملعب. يعني نتطلع إلى لقب ليش لا، شو يمنع نملك المقاومات. أحمد خليل يلعبها، الحمادي خلصها، الحمادي ولكن سهلة والكرة في حارس المرمى. هذا إسماعيل الحمادي، الإعلام لم ينصف إطلاقا هذا الرجل، الإعلام لم ينصف هذا اللاعب الذي كان قد سجل نعم هدف الانتصار، هدف اللقب، هدف البطولة، بطولة خليج 21. الكل تغنى بكل اللاعبين ولكن نسى منتخب الأوزبكي المجموعة الرابعة، كذلك ماليزيا اليمن والبحرين قطر. ومحاولة الآن على طول تمريرة خطيرة 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 بعرض الملعب تتلعب ولكن أنا تتخلى تعود مرة ثانية يسجل الجول. جول عن طريق غوردييف، شاروغودييف. شفنا الأخطاء الدفاعية موجودة وحاضرة، تكررت في أكثر من مناسبة، تكررت أكثر من مرة، عدم التغطية من الأطراف، عدم التغطية من العمق، التمرير والوصول بكل سهولة إلى مرمى منتخب الإمارات. كان بإمكان منتخب الإمارات منتخب أوزبكستان أن يسجل في أول 3-4 دقائق من المباراة، ولكن الحظ والقدر يتدخل وبعد ذلك يحاول المنتخب الأوزبكي، يضغط المنتخب الأوزبكي وينجح اللاعب غوردييف بتسجيل هدف أول. هدف أول، إذن هدف أول لصالح منتخب أوزبكستان في مرمى منتخب الإمارات في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول عن طريق غوردييف. اثنين في الارتكاز أمامية، علي مبخوت الكرة معه، يحاول يتقدم علي مبخوت يأخذها بكعبه يلعبها خطيرة بعرض الملعب، وهي ولكن أيضا يبعدها على طول المدافع. أخطر لعبة لمنتخب الإمارات، التقدم من طرف الشمال، الهجوم والعرضية، ولكن يتدخل بعد ذلك صاحب القميص رقم 17 تورستوف هو اللي يبعدها، تورستوف هو اللي خلصها وطلعها خارج الملعب، وضربة ركنية كانت لصالح على طول تتلعب لعبد العزيز هيكل رأسية علي مبخوت يلعب لأحمد خليل توصل للحمادي، الحمادي يدور على نفسه مضغوط عليه، الحمادي لعلي مبخوت معاك الحمادي يلا الحمادي والكرة على طول تروح خارج الملعب وضربة ركنية. محاولة إماراتية ثانية هي الأخطر، المحاولة الإماراتية الثانية كانت عن طريق الحمادي اللي توبادي، الحمادي اللي توبادي في هذه البداية عبد العزيز هيكل يمررها جهة علي مخلوف يسيطر على يلعبها بالجول والكرة تروح جنب القائم خارج الملعب. لعبة كروباتية غير عادية لعلي مخلوف، لعلي مبخوت اللي معنا في الصورة، علي مبخوت اللي ما كان مبخوت في اللعبة الماضية، علي مبخوت اللي يتطلع إلى البخت في هذه اللعبة في هذه المباراة. شوية بخت يا أبو بخيت في اللعبة هذه إن شاء الله، وبعد ذلك بإذن الله تحسم الأمور لصالح الإمارات. إذا ما ظلت بهذه الصورة، إذا ما ظلت الأمور ضبابية فصعبة، ولكن هذا الموعد الخطير هنا وراء هذه المحاولة الإماراتية. علي الكرة معاه، علي ومعاه أحمد خليل، الكرة ترجع له مرة ثانية يلعب لخميس، خميس يسدد لحارس المرمى خلص، خميس يسدد في اللعبة الماضية كرة صاروخ أبدا ولكن حارس المرمى أجنتي لسروف في اللعبة الماضية كان نجم نعم لمنتخب أوزبكستان اللي أقصى الكرة هذه. مش معقول إن نبدأ نشتغل في الثلث الهجومي إلنا على كل ضربة مرمى. الآن هنا يتدخل حكم المباراة الصيني تان هاي ويعلن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأوزبكي على حساب المنتخب الإماراتي هنا ضمن فعاليات الجولة الثانية لتصفيات أمم آسيا 2015 هناك في أستراليا. سليين أحمد شوكا محمد السعدي. إذا أعود بكم أحبتي الكرام وأجدد لكم التحية من خلال فعاليات شوط المباراة الثاني والذي يجمع منتخب الإمارات الوطني بمنتخب أوزبكستان هنا في الجولة الثانية من
التصفيات الأسيرة توصل جهة عادل حميدوف، يلعب على الجانب اليمين شان حميدوف على طول خطير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف من تيمور كبادزه معنا في الصورة. تيمور كبادزه 9 أهداف في 102 مباراة، 31 سنة، لعب سبقا لعب لنادي الشارجة هنا في الإمارات. اللاعب الذي يدل على التنفيذ أحمد، يلعب تصطد كرة ترجع الخميس، خميس يلعب على طول لعامر، عامر هي عامر، عامر هي عامر، رأسيتها في الجول، جول جول جول. أحمد خليل، خليل شمال قلت لك يوم 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 ليت ساعته هي حجزه. وأحمد خليل نعم الذي عاد البسمة إلى المنتخب، عاد البسمة إلى المدرجات، عاد الأهات والصيحات، تعالت أصوات الإماراتيين. يا سلام سلم على أحمد خليل اللي خلى شبكة الأزمة تتكلم في كرة ولا أروع، في مباراة ولا أحلى، في رد كبير وكبير جدا لمنتخب الإمارات عن طريق أحمد خليل. وريهم يا خليل، وريهم يا خليل، وريهم يا خليل بكرة ولا أروع. الضربة الحرة المباشرة ما مشت، الطيب ما مشت، بعد ذلك أتت نعم أتت اللعبة الجميلة، عامر عملها على قدم طول لجبروف، كرة تتخلص تعود لحبوش، حبوش يتقدم لعامر يمررها، عداها لنفسه مررها لعلي مبخوت، يتقدم مبخوت، يلا مبخوت، لوب لوب لوب، جول جول. غزاهم العيال، غزاهم العيال، غزاهم العيال، غزاهم العيال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، منك يا عامر يا حلوة، منك يا علاوي، هي وهي وهي وعلاوي علاوي علاوي. علي مبخوت يتقدم بكل جرة، بكل جرة، بكل جرة يتقدم. يا سلام علي مبخوت، هو مبخوت بالتمرير، مبخوت بالتمرير والتسجيل، مبخوت بالتوغل، مبخوت 100% انت مبخوت، كرة الإمارات معك مبخوت يا مبخوت، في تمريره ولا أروع، في غشوة العيال ولا أحلى، في النقل بالطاولة على الأسبك ولا ولا أمتع. وبالتالي منتخب الإمارات يتجلى في الشوط الثاني، يخلق الفرص، يسجل في مرمى أوزبكستان. وبالتالي وينك قاسيموف؟ ماذا ستعمل مهدي؟ ماذا ستقدم منتخب الإمارات؟ عليهم عليهم عليهم، 2 ما يكفي، وانت بالثالث وانت بالرابع، 10 أيام هو راجع بإذن الله. محاول على طول، اضبط راسك، تتلعب الكرة تتخلص، الكرة تتخلص. يا جماعة الهفوات حملوا، يا جماعة من السقطات حاسبوا. وهنا قام بالسلامة بكيف، قام بالسلامة هذا علي في اللقطة الماضية. شوف التمرير، لاحظ، شوف ان حارس المرمى وضع طبيعي، لابد ان يلعب براسه علي خصيف. شوي محدث ما سحلقت، شوي راس علي ما شاء الله ميح، حالق على الصفر على طول، يعني محروم كلمة نعيمة في اللعبة هذه. وبالتالي الكرة تروح خارج الملعب، الحمد لله على كل حال. وبالتالي راحت هجمة، ضاعت فرصة، وهنا حكم يسجل هدف ولا أروع ولا أحلى. محاولة الآن تتشوت خارج الملعب وضربة مرمى من دينيزوف، من دينيزوف. الهدف الثاني كان بإمضاء علي مبخوت، كان ولا أشرف خميس يلعب على طول، حارس المرمى يخلصها، حارس المرمى أجناتي نستروف ارتمى على الكرة، عملت بند حيدروف، كرة تتلعب توصل لجيبروف، خطيرة هذه، وحكم المباراة يشاور على ضربة ركنية. شوف الأخطاء يا جماعة، شوف الأخطاء يا جماعة، دائما تأتي من كور ساذجة جمالها معنا، خطوعة تأتي من حبوش، الكرة تتلعب على طول، خطيرة ورأسية وحارس المرمى قدام الجول، أشوة تتلعب، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. شفت انقطعت من حبوش، ردت مرة ثانية، هجمة خطيرة، الخطورة لازالت، حارس المرمى، يا سلام يا سلام على خصيف، يا سلام على خصيف، يا بطل يا سبع، يا رجل هذه المناسبة، يا رجل اللقطة الماضية، يا من أبعدت هدف حقيقي، يا من منعت كرة غير عادية، يا من تصديت لأحلام الأوزبكية في اللقطة الماضية. وبالتالي ضاع هدف
الأوزبك الثاني هدف التعادل. قلت لك لازم مهدي الآن يجري تغيير لازم، لأن اللي واضح أن علي هو حبوش ما هو جاهز لهذه المباراة أبدا، أخطاء كثرة كثير في شوط المباراة الثاني، تنقطع ترجع علينا، تنقطع ترجع علينا، ثلاث مرات رجعت علينا من خلال حبوش. معلش هو لاعب كويس أوكي، لاعب زين أوكي، عنده حضور معقول، ولكن كما ذكرت أن قد يكون مش في يومه، مش في يومه، وبالتالي دفع فيه المدرب لتعزيز الشكل الهجومي. يا رب استر تتلعب. أيوة برافو، يلا حل صفر، وصفر الصيني تنهاي معلن نهاية هذا اللقاء بفوز منتخب الإمارات على منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف بعدما تخلفنا في الشوط الأولاني عن طريق جودييف، تمكن بعد ذلك أحمد خليل من تسجيل هدف التعادل، ثم علي منقود تسجيل هدف الانتصار، وبالتالي ست نقاط للإمارات من مباراتين على فيتنام 2-1 بنفس النتيجة على أوزبكستان. إذا لقاءنا القادم إن شاء الله بإذن الله أمام هونغ كونغ إن شاء الله. إذا سيداتي أنساتي سادتي أحبتي أينما كنتم، مبروك للإماراتيين في كل مكان، مبروك للإماراتيين في كل انتصار، مبروك للإماراتيين في كل مواجهة. محمد الجاسم معك دائما الحديث، والأسرار تبقى مع بسام مفتاح عبد الحميد المستكي، ولكم منا أجمل تحية ولكل الجماهير الإماراتية. محمد بوح بأسرار المباراة التي موجودة بين السطور. محمد الجاسم الكلمة دائما وأبدا معك، إلى اللقاء، هذه تحياتي على الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.